بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني من المحاضرة الأولى للديزاين الأسطوانية هنتكلم فيه على بقية الأوردر أو السوبر، زي الفاميلي الثانية من السوبر فاميلي اللي هي الأسكارويديا اللي هي الأنيساكيدي. قلنا إن فيها ثلاثة فاميليز: أسكاريدي، أنيساكيدي، أسكاريديدي. الأنيساكيدي اللي منها جينس مهم جدا، أول واحد أو أكتر من جينس، في جينس التوكسوكارا. توكسوكارا، توكسوكارا كانس. توكسوكارا كانس ديت هي ديدان، بتبقى لارج، بتبقى حوالي 10 من 8 ل 10 سنتي، وايت في الكلاريشن بتاعها. الميل زي ما احنا قلنا 10، وده كده حوالي 15 16. السبيشيز ده بيبقى في الانتيرو اند بتاعته، الكيوتيكل بيحصل له اكستنشن، بيبدا يكون الـ بيكون الـ الـ حاجه اسمها سيرفايكال الي اللي احنا قلنا عليه في مقدمه الاستراكشر، بيبقى مع الكيوتيكل، وبيبقى زي شكله في الانتيرو اند زي راس السهم كده، ولذلك بيسموها ارو هيدد ويرمز، ويبقى فيه استرايه. الميل دايما بيبقى فيه سبيكيولز وتو سبيكيولز وسب ايكوال، يعني واحد اطول قليلا من التاني. الفالفا في الفيميل بتبقى في الربع الاولاني. الاكز بتبقى جلوبولر في الشيب وكبيره في الحجم او متوسطه، وتبقى ثيك فاينلي بيتد شيلز اللي عندها البومين برضو، والالبومين ده بيبقى بيتس يعني عباره عن جرانيولز، وبيتت يعني عندنا الامبروكويدز اللي احنا قلناها قبل كده كورجيتد عليها، انما بتاع البار اسكارس اوكورم بيتس بس كورس يعني باين، هنا بيتس بس فيري فاين بالنسبة للبويضات، واماتيور بار زيها زي اي حاجة. اللايف سايكل بتاع اللايف سايكل الفيرتلايزد ايج طبعا بتبقى سنجل وان سيل امبرو، وتنزل على الـ في الفيسز في الفيبرا كونديشن، وتنمو الى الايج كونتيننج سكند لارفال ستيج، والانفكتيف هو لارفال ستيج. دايما الكلاب بتتعدي بان بياخد البيضه كونتيننج السكند لارفال ستيج، وبعدين جوه في الانتستين بتفقس اللارفا ويحصل لها ليبريشن، وتخش دم على الهيباتو بالموناري مايجريشن زي بقيه انواع الاسكاريس الثانيه، ان هو يخش ميكوزا على الليفر، والليفر على الهارت، على اللنج، على البرونكيولز، برونكايت، تراكيا، اللاركس، الاسوفيكس، الاسبور انتستين مره ثانيه. واخد بالكم نفس الايه اللي هو بيسموها هيباتو بالموناري مايجريشن. طبعا كل جزء ده بيبقى فيه بيحصل ليجون، فيه بيحصل باثوجينيستي، فيه بيحصل بيقضي فيه مده، بيتغذى، بيكبر، بيتحول الى لارفال ستيج اللي هو التالي في الليفر، وبعدين يروح في اللنج يتحول الى يحصل مولت مرة تانية، وبعدين كل ده هيحصل فيه ليجونز طبقا للمسار بتاعه، وباثوجينيستي وبي ام ليجون اللي فيه داخل التيشو. هنا هو اللايف سايكل زي ما احنا قلنا اهو، بالنسبة للدوجز في الادلت، الادلت ينزل بويضاته، البويضات دي بتنزل على في الطبيعة بره، تنمو من ماتيور لماتيور اللي فيها سكند لارفال ستيج وتبتعدي وهكذا. العدوى هنا بتبقى والمايجريشن زي ما احنا قلنا في برينيت بتبقى عباره عن هباتو بالمر. هنا في حاله التوكسوكارا كانس او التوكسوكارا عموما بيبقى فيها خاصيتين مهمين جدا، ان اثناء المايجريشن ممكن في البريجننت فيميلز تخش على البلاسينتا وتعدي الفيتس وهو في الرحم، ويبدا ان هو يهاجر فيها اليرقات لحد ما تسكن في السمول انتستين وتنمو الادلت. هنا الكلاب الصغيره اللي هي لسه عاميه تتولد ويبقى فيها الاسكاريس جاز، بيبقى فيها الاسكاريس ادلت في السمول انتستين، دي حاجة. الحاجة التانية ان ممكن او تخش على الممري جلاند وتفرز في اللبن او في الكلوسترم بتاع اللبن وتعدي العدوى، الاولانية برينيتل والتانية ترانس ممري ترانسميشن. هنا هو دايما في الدوجز هنا نفس الطريقة، هنا الدوجز بيبقى اكت از ريزرفوار هوست في التيشو ممكن او يبقى في هنا الباثوجينيستي بتاعته بقى زي ما احنا قلنا، ان من اول ميكوزا ميمبرين هنقول التاثيرات اللي حصلت
فيه، هنخش الدم هنقول ايه اللي حصل، هنخش على الكبد هنقول ايه اللي حصل، هيرجع على اللنج هنقول ايه اللي حصل في اللنج، والنمونيا والهيموريج والبتيكال هيموريج والدستراكشن اللي حصل، الاريتيشن في برونكاي وبرونكيول والتراقيه والقف والمويست وكل الكلام ده والاكزوديت، لحد ما يوصل السمول انتستين، ونقول بقى تاثيرات في السمول انتستين، بيتغذى على الاكل المهضوم، بيعمل ايباسيشن، بيعمل انسيفتنس، بيعمل نقص للتريس اليمنت، بيعمل نقص البروتين، بيعمل نقص الكربوهيدرات، بيعمل ايباسيشن حيوان، ممكن يقفل ويعمل صادن ديس الحيوان، او يحصل رابشر للايه يحصل رابشر للحيوان، تمام، وهكذا. هنا هوت اللي بيحصل انترايتس في ويحصل وفي الانتستاينال وول، هنا هوت برضو بيحصل ان هو يحصل ماسس من الورم، ممكن يحصل ابستراكشن للانتست للحيوان. في حاله اليونج انيمالز البابيز او الكيتنز اللي هي القطط الصغيره، بتبقى صفر من الدايريا والكونستيبيشن ريستلسنس انيميا، ويحصل ديهايدريشن وممكن تموت. الباثوجينيستي بقى بتاع التوكسيكارا كانت في الانسان، هنا الانسان ممكن يتلوث اكله بالبويضات اللي فيها سكند لارفال ستيج اللي نازله في الفيسز بتاع الدوجز او الحيوانات المشابهه. وما اكثر عندنا الستري دوجز في الشوارع، وما اكثر انها الستولز بتاعها والفيسز في الشوارع، بينشف الهواء يحمل محمل بالغبار بما فيها البويضات، يترسب على النباتات الورقية اللي البني ادمين بتاكلها زي الخس زي الجرجير زي البقدونس زي وما تتغسلش كويس، او حتى العيش اللي موجود في مكشوف والكلام ده الناس اللي بتبيعه المأكولات عموما يعني، والناس ما تغسلهاش كويس، ياخد البويضات تفقس في الاستومك وفي الانتستين، وتبدأ تعمل حاجة اسمها visceral larval migrants. visceral أو أي نعم، مش هتكمل إلى الأدلت، مش هتهاجر وتوصل للماتيور ميل وفي ميل في الانتستين، ولكن إنها تعمل حاجة اسمها visceral larval migrants. بتخش اليرقة في الدم ويحصل لها تهاجر لأي أعضاء داخلية وتتحوصل فيها، سواء في العين، في الليفر، في الكدني، في البرين، في أي عضو داخلي تتحوصل، وخصوصا الأطفال دايما يصابوا بالحاجات دي لأنه بيلعب مع قطة، بيلعب مع كلب، بيلعب في مكان بلياردو بتاع ملعب، وهنا في براز قطط وفي براز كلاب، بيلعب في محوش مدرسة وممكن يكون الحيوانات دي دخلت عملت مشاكل فيه، بيلعب في الشارع او يلعبوا في الملاعب اللي هي مفتوحة اللي بيمر فيها الدوجز والكاتس والكلام ده كله، فبتحصل تتلوث بالبراز، بتلوث بالبويضات، وبعدين يلوثوا نفسهم ويحصل الفيسرال لارفال مايجرين. دايما هنا هوت حتى في الملاعب العامة، الباركينج، الاماكن اللي هي زي ما احنا قلنا في البيوت، احواش البيوت، احواش المدارس، احواش الحضانات، دايما ده بيحصل هنا هوت بيحصل حاله اللي هي visceral larval. كمان هنا هوت ان هي بتهاجر زي ما قلنا في الانتنسيف، في الاي، في اللنج، في البرين، في الكلام ده كله، وتحصل انفلاميشن. هنا الاعراض اللي هتظهر على الانسان هي طبقا لمكان الإصابة، يعني في العين هتظهر إصابات في العين، هتظهر أعراض الإصابة في العين، في البرين هتحصل النيرفس مانيفستيشن، أعراض إصابة المخ، أعراض إصابة الكلى، أعراض إصابة اللنج، أعراض إصابة الليفر، أعراض إصابة أي عضو داخلي، فبتبقى الأعراض طبقا لمكان ده برضو. هناك سندروم تاني غير فيسرال لارفال مايجرانس، في أوكلار لارفال مايجرانس، إنها بتخش العين وتأثر عليه، وده بتعمل يعني تأثيرات وأمر حاجات خطيرة في العين، فبيسموها أوكلر لو وصلت العين يعني القرب بتاع العين، بيسموها أوكلر لارفال مايجرانس. دي حتى في تحاليل كلينيكال بنلاقي فيها إزينوفيليا عالية جدا، بنلاقي النمونيا،
بنلاقي هيباتوميجالي يعني في الأطفال بالذات. الأوكلر لارفال ميجرانس ده بيبقى بيحصل جرانولوميتس ريتينايتس بيأثر بتاعة العين. السبيشيس الثاني سبيشيس توكسوكارا ميستكس أو توكسوكارا كاتي. كاتي معروف كاتي يعني هتصيب القطط. ديت بتبقى زيها زي الكانس في الشكل بس يمكن أقل حوالي سنتي أو 2 سنتي في الطول لأن طبعا الغوص صغير. بتتوجد في الانتستين زي ما انتوا شايفين في الصورة السابقة فيها الأرو فيها ال ال الأرو هيدد يعني فيها شكل السيرفايكال اللي شكل رأس السهم اللي موجودة فيها ودي مميزة ليها جدا جدا جدا. السايكل نوت طبعا بتبقى بتاخد طبعا الفيميل بتحط ايج كنت اماتيور وبعدين تاخد في الطبيعه زي ما احنا قلنا بتنمو السكند لارفال ستيج ويحصل انها بتاكلها مع الاكل الملوث او انها تاكل البراتوني كوس زي مايس زي ايرث ويرم زي بيتس زي تشيكنز زي شيب زي اي حيوان اخذ اتلوث البيضه تحصل كبسوليتد في اللارفا عنده والقطه دي كلت منه فبتاخد اللارفا منه في الطبيعه. دايما المايجريشن هنا هو بتتم زي ما حصل في التوكسوكارا كانس عشان توصل ماتيوريتي اللي احنا قلنا عليها هيباتوبلمونري مايجريشن. برضو هو البرينيتال انفكشن في حالة التوكسوكارا ميستكس مش واضحة قوي يعني ممكن او ما يصيبش الجنين في جوه في وهي في بطن امه اللي هي في اليوترس يعني لا ما ممكن ما تصيبش لكن ال هنا هو في الملك ممكن قوي يصاب الملك يعني ممكن ترانس ميموري انفكت. هنا هو السكن دايما احنا قلنا ان هو بيهاجر برضو زي هجرته زي الحاله بتاعه التوكسوكارا كانس ولو هو في البراتونيك هوست بيتهد البراتونيك هوست في امعاء المعده وامعاء القطه ثم يخرج اللارفا تكمل زيها زي ما كانت خارجة من البيضة بالظبط. برضو احنا قلنا الرودنت هنا بيبقى ريزرفوار هوست يعني لو اخد البويضات ديت وتلوث واتحط حفقست في معدته امعائه اللارفا تخش الدم وتتحوصل في اعضائه الداخلية ويبقى حامل المرض. اي وقت القطة تاكل هذا الفار يبدأ تتلوث وتبدأ تحصل السايكل تمشي وتصاب بهذه الدد. الباثوجينيستي دايما هنا هو الفوميشن ده حاجة عامة في القطط ديارية. اذا توجدت الورم ديت في الستومك او في يعني دايما هنا برضو النيرفوس ديس اوردرز لو حصل يعني السنترال نيرفوس سيستم اتأثر او اصيب. دايما في البايل داكت بنلاقي ممكن بعض الديدان قفلت البايل ديت التوكسوكارا ميستكس. الجينس الثالث بقى وهو جينس مهم جينس مهم السبيشيس مهم من نفس الجينس اللي هو جينس توكسوكارا اللي هو توكسوكارا فيتيلورم. توكسوكارا فيتيلورم ده بيوصل ده بنلاقيه مثلا لونه ابيض شويه مبيض شويه عن بقيه الانواع الثانيه 25 سنتي في الميل ودايما 30 سنتي في الفيميل كطول. ادي الصورة الشمال اهي دي كم من هذه الديدان في الطبق ده برضو نفس الطريقة اهي وهنا هو دايما تلاقي الفيميل اطول. دايما هنا هو في الصورة الشمال اللي تحت اللبس بقى هنا اللبس هنلاقيها اصغر حجما من بقية الجسم يعني زي نقطة كده على الجسم من فوق زي نقطة كده على الجسم من فوق ولذلك بنقول عليها انها نارور ذان ذا سكسيدنج بارت يعني اضيق من بقية الجسم. هناك في اللمبروكويدس نفس السكنس في الباراسكارس اوكورم لا ده هي اعرض في الفيتيلورم اللي هي بتبقى اقل. في البوستيرور اند برضه زي ما احنا شايفين تو سبيكيولز اهم خارجين من ده الكيرف ده البوستيرور اند بتاعت الميل
الاف دي هي الفيميل بوستيرو اند وهكذا. الكيوتكل هنا بيبقى سوفت ترانسلوسنت، ترانسلوسنت ابيرنس يعني ايه؟ يعني ترانسبيرنت، ممكن اشوف الكونتنت الداخليه في الديدان منه. هناك في الانواع الاخرى لا، اوبيك ما اقدرش اشوف، هنا لا اشوف. الثري ليبس زي ما احنا قلنا انها نارور من السكسيدنج بارت بتاع الجسم. الاسوفجاس بيبقى طبعا هنا هوت الايه يعني زي ما احنا قلنا بوستيرور كلاب شيب. دايما هنا هوت فيها بعد حوالين القلواقة بتاعت الميل، لان دايما فتحة المجمع بتاعت الميل اللي تجمع ما بين فتحات الجينيتال سيستم والدايجستيف سيستم، بنلاقي فيها عبارة عن خمس ازواج من البابلين. الفاميلي التالتة من اوردر اسكاريديا اللي هي اسكاريديتي، من جيلس اسكاريديا واسكاريديا جلي. كبيرة قوي زي ما شفنا الحاجات التانية. لا دي تبقى حوالي يعني 7 سنتي او 5 سنتي، في من 5 ل7 يعني 5 في الميل و7 في حالة الفيميل. زي ما احنا شايفين الانتيرور اند البوستيرور اند ميل او فيميل، ودي الاكس بتبقى ترانسبيرنت في السيكشل وترانسلوسنت او ترانسبيرنت او البومنالير، بس ترانسبيرنت مش كورجيتد، الالبوم مش كورجيتد ولا بيتد. او برضو بيبقى هنا هوت التيل فيها العشرة بيرس حوالين الكلواكة. احنا شايفين هوت البوستيرور اند بتاعت الميل كيربت شوية، فتحة المجمع خارج منها التو سبيكيولز ايكوال همت التو سبيكيولز، وبعدين كمان بيبقى حوالين الكواكة دي وفي البستير اند 10 ازواج من الكودال بابلي، 10 ازواج من كودال بابلي. تمام، ده اوادي الشكل التاني بتاعها اهوت، وهو 10 ازواج هم محطين الكلواكة في البستير اند، وسواء كان بتبقى على السطح او بتبقى لها عنق البدنكليتد كده في الجنب زي اللي تحت ديت، والسبكيوس هي خارجه من فتحه المجمع. البويضه زي ما قلنا الاوفال في الشيب وسموز وشل وكبيره في الحجم، بس وبرده امبرو وان سيل امبرو لانها بتنزل بطول نفس كلها كده. الهابيتات بتتوجد في السمول انتستين بتاعت الدوستيك او اي والوايلد بيردز، كل انواع الطيور بتبقى فيها. اسكاريديا جلي ديت بتبقى بس حسب بتبقى السب سبيشيز دي او السبيشيز بتختلف من طيور من انواع طيور للاخرى، لكن كلها بتبقى بيولوجي بتاعها واحد. اللايف سايكل بتبقى سيمبل ودايركت، بمعنى ان ما لهاش انترميديت هوست. الايج طبعا لما نيجي نتكلم على السايكل نقول ان الفيميل اوفيبيرس تحط اماتور ايج، وبعدين بتنمو الى انفكتيف ستيج. الانفكتيف ستيج هي ايج كونتينينج سكند لارفال ستيج. الانفكشن هنا بالقص، بمعنى ان البيردز بتاكل الاكل المسوس بهذه البويضات، تفقس في الكروب والجزرت وتتهضم وتخرج منها اليرقه، وبعدين تخش على الديدينم وتبقى المايجريشن. هنا بيبقى هيستوتروبيك، هيستوتروبيك يعني بتبدا تهاجر في الميكوزا الميمبري بتاع سمول انتست، تنمو الى الفور ثيرد لارفال ستيج، ثم ترجع اللومن تكون الى الادلت. يعني كل شغلها في وتاثيراتها على السمول انتست. دايما هنا هوت دايما زي ما احنا قلنا هو اللارفا بتخش تاني تخش اللومن تنمو الى الادلت ميل وفيميل، ويحصل لها ان هي بتبدا يعني تحصل لها مرت الفورس بقى في 14 15 يوم عشان تكون الادلت. الباثوجينيسيتي بتاعتها دايما في حاله الاصابه الجامده زي ما احنا قلنا شفنا ساعات العدد كبير كده زي ما احنا شايفينه، ده بيقفل انتستين يعمل ابستراكشن، الطيور تموت كتير. وده مشاكل بقى الطيور اللي هي بتقعد مده في المزرعه او اللي بتتربى في بيوت الفلاحين او الناس اللي بتربيها في البيوت، بتقعد مده طويله اللي هي بتتربى عشان انتاج البيض، يعني بتقعد مده طويله وبتبقى دي مشاكل. الطفيلات دي بتبقى مشاكل هذه
الطيور. كمان يعني دايما الطيور المصابة بتبقى بتعاني من نقص الدم، أنيميا، بلاد شوجر بتاعها بيقل، اليوريتس بتزيد، الشرينكش في السايمس جلاند، ريتارديشن في الجروس، والمورتاليتي بتزيد، انتاج البيض بيقل، انتاج يعني اللحم بتبقى ماسيتد، ما بتستجبش للاكل كويس، انترايتس وهيموراجيك انترايتس، ديارية جامدة، انيميا جامدة. الدياريه بتعمل طبعا يعني جفاف، ممكن الطيور تموت. في بعض احيانا بيحصل ان الديدان ديت بتخش الاوفري، بتخش الاوفيدكت، ثم تخش تعمل بلوكج للاوفري الاوفيدكت، فبتمنع نزول البويضه، هنا بيؤدي الى حاجه اسمها ايج بروتولايت.